تعتبر الحلويات في شهر رمضان المبارك مكونا أساسيا من مكونات الأطعمة الرمضانية، ومنذ سنوات طويلة ظلت كنافة أم النارين رفيق السهرات الرمضانية، فهذا النوع من الحلوى بقي حتى اليوم يتمتع بنفس الشعبية وبذات الحضور خلال الشهر الفضيل، وسميت بأم النارين كونها يتم تعريضها من كلا الوجهين على النار حتى تكتسب لونا ذهبيا يميزها عن باقي أنواع الكنافة. الكنافة أكل شعبي قديم وتراث رمضاني، العالم تقبل علي برمضان بشكل كبير لأن صنف من أنواع الحلويات اللي بدها تواجد على المائدة السورية يوميا عند الإفطار. هاي الكنافة أم النارين، في منها بتنحشى باللبن، في منها بتنحشى قريش حليب، في منها بتنحشى قشطة، وفي علي إقبال كتير لأني بيستنوها العالم من رمضان لأني بتكون هاي عادي من العادات التقاليد القديمة اللي بتتواجد صحن الكنافة على الإفطار على المائدة. الكنافة أم النارين إلى عدة مراحل لحتى تصير كنافي كمان، من صيني بنمدها بندهن أرضها سمنة وبنحط عليها كنافي بشكل متوازي، يعني تكون صيني كلها مساوات بعضها، وبنكبسها لتاني يوم أو شغلة 3-4 ساعات ما بيأثر، بنحط الحشوة اللي بدنا إياها بعدها، وبعدها كمان بنفرط فوق كنافي كمان بشكل متوازي وبنحط لها شوية سمنة ومنحطها بالفرن. ما نحب نحط لها سمني بلدي عربي ما بيأثر. وللكنافة سبعة أنواع، منها أم النارين والبصمة والمفروكة والبلورية والاسطنبولية والمبرومة والكنافة النابلسية، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتراث الرمضاني، فلا تخلو موائد رمضان وسهراته من هذا الطبق الشهي. من مدينة حما، حسام الشاب، الإخبارية السورية.